مو دراما، يعني احنا عم نخسر قامات حقيقة على كل المستويات الفنية والثقافية والأدبية وكل القطاعات يعني. ونحن بنعزي نفسنا قبل ما نعزي أهل ولا محمد الله يرحمه، كان ناس طيبين خلوقين محترمين ودودين جدا. محمد من بداية مسيرتنا مع بعض يعني ما شفنا منه غير كل شيء منيح، كل شيء حلو بيشبه روحه الحلوة مثل ما اجى مثل ما راح يعني. والدليل حبة الناس اللي كانت امبارح بالجنازة واليوم الناس اللي عم تجي وتروح، يعني ما عنده خلاف مع اي حدا ولا بحياته عمل موقف مع حدا. حتى الناس اللي كان في سوء تفاهم بيناتهم وبين محمد كان في حب اكيد، الله يرحمه ويحسن اليه. و يعني خبر، يعني خبر وفاته لحد هلا ما حدا عم يستوعبه، لانه طبعا لا اعتراض على امر الله يعني، بس الفراق صعب مثل ما بيقولوا. الله يرحمه ويحسن اليه. استاذ وائل اكيد في ذكريات بتسمعكم على صعيد سنوات كثير كبيره، بتذكر شيء ذكرى ما بتنساها لما تسمع الخبر؟ كثار والله، ما في هلا ما بيحضرني شيء حياتي، بس يعني من بدايه مشوارنا مع بعض نحن خصوصا بالبدايات، البدايات كنا مع الاستاذ ياسر الله يطول بعمره بمرايا، بسلسلة مرايا الطويلة يعني، فكان في مواكبة يومية وفي مواقف يومية. بهلا لا صعب شوي تحضرني يعني. وكلياتنا مو بس وسط فني، يمكن الناس حتى اللي بالشارع تأثروا على وفاة محمد لأنه كان خبر صعب. نزلت عندي أنا تعزي فلقيت ردود أفعال من كتير ناس فعلا بتوقف عنده يعني، في محبة الحمد لله حاصدة عند الناس وزارعة ولقاها هلا بوفاته. طبعا اكيد لا يخلو الامر من بعض الانتقادات، لانه انت صفحات السوشيال ميديا هي صفحات مشاعة للكبير والصغير مثل ما بيقولوا، المقمط بالسرير بيطلع لك واحد يقول لك والله كلمة بشعة وهيك، عيب عيب. نحن اصلا وقت يكون في وفاة او في حزن او في شيء بيألم الناس المفروض نحن نكون مع بعض نتعاضد، ما نجي نقول والله صفته ونعته الى اخره، عيب. نحن بسلوكنا كسوريين ما بصير نكون دون مستوى الاخلاق احترام الوفاة والميت، خصوصا اذا كان حدا عنده اخلاق وعنده ادب وتربيه وموهبه مثل محمد قنوع. شكرا. يعني خساره ضايقه خصوصي الله يرحمه، كلهم اساتذه كبار واصدقاء جدا كانوا مقربين رحمه الله عليهم. ما في شيء يعني بنقدر نقوله يكون هو كلام مميز او يكون يصبر حدا من عائلته، ما بنقدر نحن نقول لهم شيء لانه نحن موجوعين مثل ما عائلته موجوعه. اكيد بندعي لرب العالمين انه الله يصبر كل محبينه، لكن في شيء انا هيك حابب اقوله وقلته لكل اليوم انا قدرت احكي بصراحه. اول يوم بالعزاء اللي هو امبارح يوم الدفن ما كنا قادرين نحكي، كان تواصلنا شوي ضعيف مع الكاميرات فسامحونا لانه كنا بحاله صدمه شديده. انا حابب اقول انه نحن بنحبه لمحمد كثير كثير كثير، الوسط فني محمد محبوب جدا، لكن للاسف الشديد نحن باللحظات الاخيره ونحن عم نودعه اكتشفنا انه نحن اقل شيء بنحبه بالمجتمع السوري هو الوسط فني. لقينا انه الناس كلها بتحبه اكثر مننا لانه هي عارفانه قيمته صح وعارفانه مكانته صح. محمد الله يرحمه كان يقول لي انا ممثل مشهور بس انا ماني نجم، على ما يبدو انه هو اللي كان نجم ونحن ما نعرفانيه، لانه النجوميه لها معيار معين تحدد امبارح بوفاة محمد قنوع، تحدد معيار جديد للنجوميه يلي على ما يبدو نحن ما كنا بنعرفها ولا منقدرها، هلا بلشنا نفهمها وبلشوا اساتذتنا الكبار يعرفوها ويقدروها. ان شاء الله العمر لكم جميعا والله يصبر اهله ومحبينه كلياتهم يا رب. وانا اسف اذا قصرت باي كلمه لانه وضعي النفسي غير مناسب. العمر لكم.